يعني هي كتمشي تلعب وهي حاملة وما عارفاش. تتلعب تتلعب هكا يا مصايتي، تقول لك امي ما عندي انا حتى حاجه، ما هي عندي. نهار شي نهار جاها الوجع الطبيب، مشيت قلت لها اش كاين، قالت لي ضرتني كرشي. تشدوها الطبيبات قالوا لها خالتي دابا كي غنديروا هاد الدريه نولدوها، قلت لهم شوفوا بنتي شوفوا لي يلاه هاد الدريه شوفوا من حالها، شوفوا كديروا ليها، ما عندكم فين غتمرتوني والليل هذا. وهي مسكينه تتغوت ثلاثه سوايع، هي تتغوت ربي اللي خلقها. بقاو معاها مسكينة تتغوت وما ولدوها. صافي خالتي قالك على سلامتك، جاو هادوك مساكن حبوا لي الراس ديالي. خالتي على سلامتك البنية ديالك راه تفكات. وبقاو تيبكيو كلشي تيبكي، وكاع هادوك الطبيبات تيبكيو. ومن موراها كيفاش دايره الوضع الصحي دابا؟ صحيح حتى دابا كيفاش دايره؟ كي دايره مع الدريري؟ المهم الدريري تنغسل ليه، هي ما تتقربش ليه، واخا ديما ما تتقربش للدري، فهمتي؟ ما تتقربش ليه، ملي تنغسل ليه انا تنبدل ليه، ندير ليه كوش تنغسل ليه صافي. من تماك صافي سوا تنخلطو ليه الحليب تنعطيه صافي، تفهم؟ ما تتقربش، ما تتبغيش تشدو، ما تتبغيش، فهمتي؟ بحال اللي دايره تفهم، بحال اللي مصدوم. زعما عارفاش واش تقرب لي. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. لازلنا في الموضوع ديال اصغر ام في المغرب. معايا حياه. حياه هي الام ديال محمد اللي هو الاب ديال سناء 12 سنه اللي تزاد عندها ذاك الوليد. مشاهدينا الكرام، المعلومات انه الام ديال سناء كانت كتخرج تخدم من 4 الصباح حتى 4 العشيه، الاب كذلك. بين الاسباب اللي ادت لهذا المشكل انه كانت بوحده هي في المنزل مده طويله. حياه هي جداها، عندها مجموعه من المعطيات على الملف، كانت كتجي لعندها وهي اللي مشات معها للطبيب ملي عرفوا بانه حامله. غادي نشوف معها مجموعه من النقط في الموضوع. حياه، هاتي تعاودي ليا على الواقعه ملي تعرفت بلي راه حامله. سناء 12 عام، كيفاش عرفتي؟ مشيتو للطبيب؟ مشينا للطبيب قال لينا حامله، جينا قلنا له بنتي حامله، قالت لا ما حامله والو، انا حاملاش، بقات تبكي هذاك الشيء. انا تنخرج ما قلت لهاد الدريه باقا صغيره ما عارفاش تجري تترد تاكل طفله هانيه، ماشي تقول لك انا ضرتني هادي ولا ضرتني هادي ولا امي ضرتني، حتى حاجه ما تقولها لينا. تتقول لك امي انا حتى حاجه ما ضراني انا. يعني هي كتمشي تلعب وهي حامله وما عارفاش. تلعب تتلعب هكا يا مصايتي، تقول لك امي ما عندي انا حتى حاجه، ما هي عندي. هي تنقول لها علاش ما عندك حتى حاجه؟ قالت لك امي ما عندي حتى حاجه. هي صافي تينا نهار شي نهار جاها الوجع الطبيب، مشيت قلت لها اش كاين، قالت لي ضرتني كرشي. علاش ضرتك عندك؟ قالت لا انا ما ضرتني كرشي. ديناها الطبيب، مشيت للسبيطار دخلوها، صابو السبيطار خاوي ما فيه تمره اللي تتوجع ولا حتى حاجه. تادوها الطبيبات قالوا لي خالتي دابا كي غنديروا هاد الدريه نولدوها، قلت لهم شوفوا بنتي شوفوا لي يلاه هاد الدريه شوفوا من حالها، شوفوا كديروا ليها، ما عندكم فين غتمرتوني والليل هذا. قلت لها خالتي صافي حنا غادي نشوفوا غادي نتعاملوا معاها. وهي مسكينه تتغوت ثلاثه سوايع، هي تتغوت ربي اللي خلقها. كاين كرشها قبل ملي كانت حامله؟ ما عمرها بانت لكم كرشها؟ ما
حنا قلنا البنت صافي ولات شويه بخير، صافي ولات غليظه، قلنا صافي البنت ما فيها حتى حاجه، ما بانت لينا حتى حاجه. لقيت اللي عرفتوا نتوما بلا الدريه شنو اللي واقع، الطبيب ما قالش لكم شحال المده وهي حامله؟ ايه مشينا للطبيب قال لينا عندها 8 شهور صافي، دينا جينا وزنا مشينا لينا مشينا عند ماري الوقت. ملي ليا كيفاش ولدت مع دوك الطبيبات قلتي تكلفوا بها ولدت؟ اه تكلفوا بها مساكن، قال يا اخي ما كان علاش نمرتوك ولا نصيفطوك للسويسي ولا انتيا، بقاو معاها مسكينة تتغوت هما ولدوها صافي. خالتي قالك على سلامتك، جاو هادوك مساكن حبوا لي الراس ديالي، خالتي على سلامتك البنية ديالك راه تفكات، وبقاو تيبكيو كلشي تيبكي، وكاع هادوك الطبيبات تيبكيو. اي بنتي يا بنتي يا بنتي يا بنتي، حنا قالت ليها وحده انا كبيره والولاده جاتني صعيبه، وشوفي يا بنيتي سهل عليك الله. يا تلاك جو تيصبروني تيقولوا لي شوفي يا امي انتي بنيه صغيره ما عندك في غير تشدي خاطرك، حقروها صافي صبروني، عطاوها مكلاتي شويه البنت. دابا هي دابا هي مسكينه كترضع؟ لا قالت لها الطبيبه ما ترضعيش خصكش، هذيك الساعه جنا ليه الحليب، قالك دي فاندي ما تعطيه البزوله بقى صغيره ما قداش على الرضاعه، مشينا جاب ليها الحليب، جنا ليه الحليب عطيناه الرضاعه، جابها مسكين تكلف، جاب ليها جاب الحليب كلف، جاب الرضاعه، جاب لي كوش، جاب شقال صافي عطيناه الحليب. تقول لك الطبيبه ديفان ديال البزوله ما لا رضعات، غادي الطفله غادي يهبط ليها الطانسيون ولا غادي تدير ليكم. هذيك الوقيته اللي دخلتوا عند الطبيبات وغتولاد ما كانش محمد؟ اه ما كانش محمد، هو اللي مشى معايا، مشى معايا ولدي، هو اللي جاب الحليب وجاب لي كوش وجاب شكون غيتسخر انا مع البنت، هو اللي مشى جاب ليها الحليب وجاب ليها لي كوش وجاب الطوموبيل وكرينا. نعم اه كرينا الطوموبيل اللي داتنا. ايوا اش قال واحد يسهل علينا الله. الله يفرجها يا ربي، يا ربي شكرا لك امي حياه، الله يسترك يا ربي. سمعتي الوالده ديالك اش قالت؟ نعم السي، هادشي اللي قالت الوالده كله صحيح، ديك النهار نيت منين قالت لي الوالده راه قالت لي راه البنت راه شادها شي حاجه، قلت لها كلشي، قلت لي صالي درتها كلشي، نطت انا نلبس حوايجي، عيطت على مول الطوموبيل جا عندي الزين ساعه تشدو هما مشدودي مشدودي مخزن دار معانا خدم معانا الله يلاه ينصرو، مخزن ديال سيدي عبد الرزاق خدم معايا، راه هو اللي وقع مع هاد البنيه هذه هي، وراه هي اللي قالت ليهم، انا ما قالتش ليا بنتي فلان وفلان وفلان، قالت لينا انا النهار الاول قالت لينا واحد خافت مني وحشمت منا وكانوا كيهدوها وخافت منهم، حتى مشات عند الجوندارم وهذاك الشيء اللي قالته راه قالته للجوندارم وداروا خدمتهم، وهذا الشيء اللي كاين اخويا الشيء اللي كاين، كنطلب من عند مخزن ياخذ ليا حقي في هذوك الناس، هذا الشيء اللي كنطلب انا، بقى باغي انا ما باغي حتى شي حاجه، ما باغي باغي حق بنتي ناخذه بالقانون بالمسطره، ما باغيها ما نتفاك معاهم بالقانون، انا فاكش معاهم بشي حاجه اخرى. الله يفرج عليك يا ربي، الفيديو اللي دوزت معاك الاول واللي من موراهم تفاعلوا معاك المغاربه، الحمد لله الناس اي كاين، الله الله يجازي لهم بخير، الله يرحم لهم الوالدين، الافات ديال البنادم عيطوا ليا ونسوني ونسوني بزاف، كاينين المسلمين كاين قلوب الرحامه، كاينين الناس بزاف، راه ماشي نقول غير هذوك الناس اللي عداوني، كنقول الناس ما بقاوش، باقي الناس باقي الخير في المغرب حق الله العظيم، وهادشي اللي كنقول انا من دون توفير كنهضر من قلبي، باقي الناس ماشي انا واحد اداني ما عارف نقول الناس ما بقاتش، هادشي راه باقي الخير وباقي المحسنين، وكاين اللي ما كيعاونك مسكين غير بهضرته كيتقطع من قلبه، واش كيهضر ما كنعرف قلبه راه كيتقطع من جيدك البنيه، الله غالب
بنادم راه هادي هي الحياه. كاين اللي مسكين هو عنده البنيات، انا كنوصل هذا الميساج للناس اللي عندهم البنيات وفي العروبيه يقابلوا بنياتهم ويردوا البال لبناتهم. راه الصحبه في العروبيه ما بقاتش، ما تصاحب مع بنادم حتى يكون شويه ناضي. تصاحبت انا مع واحد في عمره 36 سنه، قلت هذا هو صاحبي ومتزوج عنده ثلاثه الاولاد، ما بينه وبينه 40 متر بزاف حشومه. ده نهار موت يجري معايا الناس، كاع الناس عارفين داك السيد في ما كانش يكون فا كنقول هذاك السيد هو خويا. من صدق انا نهار الموت تقطع كيجري بالطوموبيل تيقلب معايا تيقلوتاتي يبني القياط، كنقول هذا السيد راجل حق الله العظيم. ولكن انت التقليد في هذيك الهضره حشومه عليا نقول داك السيد هذيك الهضره. ولكن مين داير معايا هذا الشيء يا ربي والطعام، وانا راه ما ظلمت حتى شي واحد. الله يرحم ليكم الوالدين وشكرا، والله عاش الملك، الله ينصر الحق. بغينا غير الحق، بغينا غير الحق. راه كلشي الناس فاعلوا معانا بكلام طيب ماشي. انا كنشوف حتى الام حتى هي معايا بقى معايا، الا كان ممكن اجي عندنا الام هذه تجي لعندي. حتى هي مسكينه كنشوفها وكتبكي. اجي اختي تفضلي تفضلي، جلسه ام حياه، غير جلسي جلسي. قولي اختي اللي بغيتي، قولي اللي بغيتي. سمعتي راجلك وعاودوا القصه ديال كيفاش دخلوا عند الطبيبات، كيفاش ولدات. انت كنتي معاهم؟ لا انت مشيتي للسبيطار. مشيتي للسبيطار معاهم. بقيتي مع الدراري؟ بقيت مع الدراري. اه. ومن مورا كيفاش دايره الوضع الصحي دابا؟ صحيح حتى دابا كيفاش دايره؟ كي دايره مع الدراري؟ المهم الدراري تنغسل ليه، هي ما تتقربش ليه، واخا ديما ما تتقربش للدري، فهمتي؟ ما تتقربش ليه. ملي تنغسل ليه انا تنبدل ليه، ندير ليه كوش، تنغسل ليه، صافي. من تماك صافي سوا تنخلطو ليه الحليب تنعطيه وصافي. الطفل متتقربش، متتبغيش تشدو، متتبغيش فهمتي. معرفهاش بحال لي دايره الطفل، بحال لي مصدوم. اه زعما عارفه متتبغيش تقرب ليه وخا تت. الله يفرج عليكم يا ربي امي حياه، الله يفرج عليك محمد. حنا معاك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا حاولنا ما امكن اننا نتناولوا القصه ديال سناء 12 سنه، طفله تحملت المسؤولية اللي هي القمة في البراءة. مجموعة من النقط، أسباب والمسببات، حيثيات عفوا القضية تناولتها معاه. العائلة الوضع ديالهم الله اللي عين بهم، هي بنية وحيدة اللي عندهم. في لحظة من اللحظات كتولي والدة، تقبلوا الوضع والنداء ديالنا لجل المغاربة أننا نساعدوا هذه العائلة وفق المستطاع. مشاهدينا الكرام، في خضم الموضوع نحن دورنا وإيصال رسائل مثل هذه الحالات للناس، وكذلك الدعم بين المغاربة معهم، على أساس أنه لا صلة لنا في الشق المالي، المساعدة تكون بين المحسنين وذاك المحتاج. سوف أضع رقم الهاتف ديال محمد، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام، الفيديو الأول تفاعلوا معاه وألم المغاربة بشكل كبير، تواصلوا معاه، تعيطوا ليه، تساندوه. كاين اللي كيتكلم ليه على الابنه تيقول لي انا بغيت نتكفل بها وانا معاك، وهذا شيء ليس بجديد على المغاربه، انه شيء متعارف عليه. القلوب الطيبه كلها تناضل من اجل خلق الفرح والسرور لهذه العائله. مشاهدينا الكرام، سوف استمر في هذا الملف وسوف اوافيكم دائما بجديد فيما يخص الحياه ديال سناء 12 سنه مع ذاك الوليد ورفقته العائله ديالها. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.